السلام عليكم الإخوان الأخوات. فكيف تتعرفوا بأن الجزائر تتقاتل باش تدخل البريكس، والبريكس هي واحد التجمع اقتصادي خطير خطير جدا، تيضم البرازيل، جنوب أفريقيا، الصين، وتيضم الهند، وتيضم روسيا. فهذا التجمع الاقتصادي تيضم عوالين باش يديروا بحال العمله ديالهم خاصه بهم، وتينافسوا امريكا والغرب. فهو واحد التجمع اقتصادي خطير خطير جدا، والجزائر دابا تتقاتل باش تدخل ليه، وتدخل ليه بجميع الوسائل، يعني حتى كاع فلوس تقدر كاع تدخل ليه، تخلص باش تدخل ليه ما عندهاش هي المشكل. ففي حاله ما دخلت ليه بطبيعه الحال غادي تدخل معها حتى البوليزاريو، ولو دخلت مع البوليزاريو يعني غادي يوليو هاد الدول هادو ضروري ما غادي يعترفوا بالبوليزاريو ويعترفوا بالله. ودابا المغرب تيحاول يتصدى لهاد الخطوه هادي، وشوف سبحان الله هاد الناس هادو شحال تيخسروا ديال الفلوس، شحال تيخسروا ديال الفلوس، وخلاو بلادهم تيموتوا بالجوع، وتيخسروا الزباب ديال الفلوس باش يعاكسوا المغرب. راه بصراحه هي ضربه غادي تكون قاسمه في حاله ما دخلوا. حنا ما عندناش مشكل، حنا باش ما بغاو شي تا كاع يحماقوا حماق ديالهم، ومن بعد راه كاينين خطوات ان شاء الله غادي نديرهم. ولكن حاليا دروك غادي نشوفوا الخطوه اللي دار السي بوريطا واللي دارت الدبلوماسيه المغربيه بطبيعه الحال في هذا المجال هذا، خاصه مع البرازيل اللي كتعتبر واحد العنصر مهم، حتى هو مهم جدا في هذا الى جانب جميع الاسميتو. دابا هي شكون تيساندها في هذه الخطوه هذه؟ تتساندها جنوب افريقيا. فبطبيعة الحال الدبلوماسية المغربية كان شحال هذا، سي بوريطا كان زار البرازيل في 2019، وهاد الزيارة هادي توجت باش انه دار بزاف ديال الاتفاقيات مع البرازيليين ديك الساعة. فهاديك الاتفاقيات عطات انه حاليا عطى المغرب واحد الصفعة قوية للجزائر. الجزائر بطبيعة الحال كنت نعرفو مؤخرا كان مشى هذاك شنقريحة، مشى زار البرازيل، وزار البرازيل، وحاول دار داك الاكسبو ديالهم ديال الاسلحه. ففاش زار تما كاين دار عقود، دار شي مجالات، وغالبا غادي يكون هضروا على اساس انه ما يكونش واحد الاتفاق عسكري او اي بيع للاسلحه من طرف هاد الناس هادو للمغرب، ولكن هيهات ثم هيهات. فالمغرب استطاع على انه يدير اتفاقيات عسكريه من غير الاقتصاديه والتجاريه والسياحيه، ودار بزاف ديال الاتفاقيات. فمن بين واحد الاتفاقيه اللي هي مهمه هي انه اتفاقيه ديال انه كاين شي اسلحه تما كاين عندهم تيتصاوبوا في البرازيل، او اجزاء ديال الاسلحه تيتصاوبوا في البرازيل وكيتصدروا عبر العالم. فدار اتفاقيات المغرب باش انه يعود ياخذ هذيك التقنيه ويعود يصنعها هنا في المغرب. فوافقت البرازيل الحمد لله، ودابا حاليا المغرب راه خدام على هذا المجال هذا ديال الصناعه العسكريه، ماشي غير مع البرازيل، مع بزاف ديال الدول. حنا دابا غير مع البرازيل، علاش؟ لانها في البريكس، والبريكس مهم للمغرب. علاش؟ لانه واحد التجمع اقتصادي مناوئ للغرب، وسهل انه تدخل ليه الجزائر. فالمغرب تيحاول على انه ما يخليهاش تدخل، او حتى الا دخلات ما يكونش داك ليفي ديالها او داك الوقع ديال الدخول ديالها يكون سلبي على المغرب. هذا هو الهدف من 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 جميع الاتفاقيات. فتيحاول المغرب على انه يكون عنده واحد العلاقات طيبه مع هاد الاعضاء ومع هاد الاطراف ديال البريكس، باش حتى لا قدر الله وتنتمنى على انه ما تدخلش ان شاء الله الجزائر، او في حاله كاع ما دخلات ما يقبلوش لها البوليزاريو باش انها تدخل، لان هي تتلعب على واحد الوتر ديال ان راه هاد البوليزاريو، راه الغرب ضد هاد البوليزاريو. اذا كل ما هو ضد الغرب فبطبيعه الحال هذاك اللي مناوئين للغرب غادي يمشيو في الاتجاه ديالو. فالحمد لله كيف قلت لكم المغرب استطاع انه يدير اتفاقيه عسكريه جد جد مهمه، خاصه في الصناعه العسكريه. وبما انه دار في الصناعات العسكريه، اذا الصناعات العسكريه مهمه للمغرب، خاصه في المدى المتوسط والبعيد. اما القريب بطبيعه الحال باقي تنشريو للاسف الشديد. ف نفس القضيه اللي تدارت في مجال ديال السيارات غادي تدار ان شاء الله في المجال ديال القطع العسكري وقطع الاسلحه بطبيعه الحال، سواء الخفيفه ولا الثقيله او الثقيله جدا، وحتى لما لا حتى الفضائيه، علاش لا؟ بما انه فاش تولي عندك التقنيه وتولي عندك لو سافوار فيغ، تنقولوا لي حنا لو سافوار فيغ، اين فوا تولي عندك لو سافوار فيغ ما تيبقاش عندك شي حاجه اللي غادي تحبسك، تولي تمشي بعيد بحول الله وقوته، ما بقاش تحبسك شي حاجه، لان تولي عندك سافوار فيغ، تولي عندك ساهل باش انك تصاوب الامور، يعني تقدر تمحورها في الاتجاه اللي بغيتي وفي المنحه اللي انت اللي تيخدمك بطبيعه الحال. وهذه النقطة مهمة جدا دارت في دوك الاتفاقيات اللي ضروري خصنا نقولوها ونهضروا عليها. واحد البند، هذاك البند تيهضر وتيتكلم على انه داخل هذوك الاتفاقيات على ان يجب على الدولتين اللي هما دايرين في هذيك الاتفاقية انها تحترم السيادة الوطنية ديال الدولتين، يعني المغرب والبرازيل.
وكذلك الوحدة الترابية ديال الدولتين، وهذه نقطة مهمة مهمة جدا، فاش نسمعوا الوحدة الترابية وتنسمعوا السيادة الوطنية، فهذه نقطة مهمة اللي المغرب تدخلها في الاتفاقيات ديالو مع كل الدول اللي دابا خدام معها. فتدخل هذه النقطة هذه علاش؟ لأن عندما تنقولوا السيادة الوطنية والوحدة الترابية، فبطبيعة الحال المغرب تركز على هذا الأمر هذا، لأن هي المنظار ديال أي اتفاقية. فبطبيعة الحال أي اتفاقية مثلا خرقت هذا البند هذا غادي تولي تخرق كل الاتفاقية كاملة، في حالة ما مثلا حنا ولينا تنصنعوا شي أسلحة برازيلية، ولكن ديك البرازيل مثلا كاينين بنود على اننا هذوك الاسلحه ما نعطيوهاش مثلا لشي دوله مثلا معينه، غادي تقول لنا البرازيل لا ما تعطيوهاش ليها. ولكن في حاله ما البرازيل خرقات هذه القضيه هذه مثلا ولا اعترفات ولا دار شي خطوه ضد الوحده الترابيه ديال البلاد، فغادي تكون خرقات هذه الاتفاقيه، فاذا خرقتها غادي نخرقوا حتى حنا نوليو نبيعوا السلاح لمن ما بغينا. فهمنا؟ يعني امور ساتيا وحده مترابطه، وحده شاده في وحده. فالنقطة مهمة بزاف فاش تسمع بأنها يجب احترام سيادة وحرمة الوحدة الترابية للدولتين، راه واحد النقطة اللي هي مهمة مهمة جدا، وهاد النقطة هذه راه أثارت السعار ديال الجزائر. هبط حماق فاش قرات هذا سميتو شافت هذا البند هذا، هبط حماق قلت لك اسيدي علاش المغرب يدير هذا البند هذا يدخلو في الاتفاقيات ديالو، وما نساش هي بأنه غادي يولي يدخلو جميع سميتهم بجميع الاتفاقيات مع جميع الدول، مع جميع الدول ماشي غير مع البرازيل ولا مع، تيدير هذه الاتفاقيه هذه وتدخل في هذا البند مع جميع الدول الا الجزائر بطبيعه الحال، هذيك راه اتفاقيه دوله فضائيين، لان هذا البند هذا تيسمح بان المغرب يقدر يحتج لدى هذه الدول هذه اذا ما سخن عليها راسها مثلا وحاولت انها تدعم شي كيان انفصالي اللي باغي ينفصل على المغرب كيف ما بغى يكون. تفهمنا؟ وهذه راه نقطة مهمة جدا، تفهمنا مهمة جدا، وراه بطبيعة الحال المغرب راه خدام على هاد النقط هادو، ماشي باش نقولوا حنا راه كيف تنقولوا على هرم البلاد خدامين على المسائل الاستراتيجية وكذا وكذا، وتنهضروا على أن الأمور خص القاعدة وخص الناس الشعب ولا المسؤولين اللي كاينين مثلا في الجماعات المحلية ولا كذا خصهم يخدموا الخدمة ديالهم، يخلوا هذوك خدامين وهما يخدموا الخدمة ديالهم باش من أجل المصلحة ديال البلاد، ومن أجل يعني أن المغرب يمشي بعيد في جميع المجالات بحول الله وقوته. فبطبيعة الحال هذه النقطة هذه راه مهمة سواء المغرب سواء الدولة اللي تيسيني معها، بحال مثلا إلا سينينا هذه النقطة هذه مع إسبانيا، فبطبيعة الحال حنا ما عمرنا غادي نساندوا مثلا شي الانفصال ديال مثلا كاتالونيا. ولكن هذا ما تيمنعش على اننا غادي نطالبوا بالطرق السلميه وبالدبلوماسيه وبسميتو بسبته ومليليه، فهمنا؟ لان المغرب ما تيعترفش بسبته ومليليه بانهم داخلين في مع اسبانيا، داخلين في اسبانيا وغيحترم الوحده الترابيه ديال اسبانيا، وغادي يساندها باش انها تسترجع جبل طارق، بخلاف انه ما غاديش يساندها في انها تبقى محتفظه بسبته ومليليه. كذلك مثال الصين، الصين مثلا غادي يدخل مع هذا البند هذا باش انها تحترم السياده الوطنيه ديال الصحراء المغربيه بطبيعه الحال، ولكن بطبيعه الحال حتى حنا ما غاديش نساندو مثلا فيتنام ضد الصين، وهذا مجرا وغادي هكاك. المهم هذا كل نقطه الدوله كتكون مهمه سواء المغرب سواء الدوله الاخرى اللي هي مسيني معها المغرب. وهذه نقطة مهمة مهمة بزاف مع الناس ديال البريكس، مع هذوك الدول اللي داخلة معاهم اللي في البريكس بطبيعة الحال، لأن في حالة ما دخلت الجزائر وهي ما غاديش تدخل، لأن اش من اقتصاد عندها؟ اش عندها؟ تتباع البترول اش عندها؟ أما عندها الاقتصاد لا والو، راه المغرب يقدر يدخل وهي ما تقدرش تدخل، غير هو المغرب بطبيعة الحال لأنه عنده اتفاقيات مع دول أخرى مثلا مع الغرب، مع أمريكان وبريطانيا وإسرائيل ودول غربية أخرى كبيرة، فبطبيعة الحال تيصعب عليه لأنه يدخل هنا وهنا. يعني لانه هناك تضارب المصالح، ولكن هذا ما تيمنعش على انه تقدر تكون شي صيغه باش انه يدخل هنا وهنا ممكن، او اعلم، لانه حنا ما عندناش واحد النيفو ديال المعرفه بالدبلوماسيه باش اننا نعرفوا الامور كيفاش كتمشي في الاتفاقيات الدوليه. الا كاين هناك بنود وكاين هناك ثغرات في القوانين ممكن انه يستغلوها سواء هذه الدوله لصالح مثلا ابرام اتفاقيه معينه. هادشي راه مهم مهم جدا، وخصنا نكونوا على علم به، وخصنا نكونوا يعني نثقوا في الدبلوماسيه المغربيه ديالنا، وراه غاديه في واحد الاتجاه اللي هو تيخدم المصلحه ديال البلاد. واللي بغيت نقول هاد المخيات ديال الجزائريين تسميوهم مخيات، لانهم تخيل باش انك تخسر الزباب ديال الفلوس في واحد القضيه اللي هي خاسرة. انا ما عرفش كيفاش باقي تيفكر الانسان الجزائري بانه ممكن انه ياخذ الصحراء مثلا.
ما فهمتش. راه حنا راه ما تنفكروش باش ان الصحراء تمشي لينا، راه ما تنفكروش ولو اللي في بورها واحده ولو اللي أميليام دو سكوند، ما تنفكروش ما تنفكروش، عارفين مليار في المية بين الصحراء المغربيه. حنا دابا حاليا تنفكروا في كيفيه استرجاع الصحراء الشرقيه، وراه غادي نبداو نطالبوا بها في سميتو. حنا دابا كاينه واحد الهبه شعبيه في هذا الاتجاه هذا، ولكن مخيات مساكن ما عمرهم غادي يعرفوا هذه الامور هذه، وغادي يجي واحد النهار اللي غادي يدير هذاك هذاك عربي زيتو ترى بدا تيعرف تيقول له ودي راه المغرب راه صلاين بمشى في الاتجاه ديال الصحراء الشرقيه، وراه دابا راه تيخدم عليها على مستوى العلاقات الدوليه، هما تتحاول لهم واش راه الامور غاديه على مستوى العلاقات الدوليه، تنهضروا مع الدول الصديقه وتنقول لهم ودي وتنعرفهم بالملف وتيعرفوا. وان شاء الله ان شاء الله الا مشينا حتى ركعنا فرنسا راه هي المفتاح ديال الصحراء الشرقيه. بطبيعه الحال كيف تنقولوا اسبانيا كانت هي المفتاح ديال الصحراء الغربيه، ودابا راه فرنسا هي المفتاح ديال الصحراء الشرقيه ان شاء الله، وما يكون غير الخير، يكونوا على يقين بحول الله وقوته. والمغرب راه ما غاديش يمشي دابا، غادي يمشي دابا للهند، ولو ان شقينا معاه فاش كنا استوردنا دوك الابقار من البرازيل وهذيك العمليه ديال استيراد الابقار من البرازيل راه خدمات المغرب، راه ديجا بدايه ديال الاتفاقات وكذا وكذا وكذا، هذا تبين على انه كاين واحد كاين واحد الجانب تيخدم هذا النطاق. يلا شكرا والسلام عليكم.